جاهزان؟ نعم، جاهزان. سعيد، قريبا سيصبح لدينا الكثير من الماء وستتمكن من أن تتعافى. سيدي، ربما ذهبوا إلى هناك. أنا لم آتي إلى ذاك الكوكب من قبل، أهو خطر؟ دعوهم يتقدموننا، لسنا في عجلة من أمرنا. نجد الماء أولاً. الماء، الماء في كل مكان. عندما نذيب الثلج سنحصل على الماء. هذا غريب، كأنه لا يذوب. حسناً، جرب طريقة أخرى. فعلت، ولا حتى مكثف الحرارة بإمكانه إذابته. كيف يمكن هذا؟ سنبحث عن شخص على الكوكب لنسأله. هل من أحد هنا؟ لكن أخبرني، ألا يجب أن يكون هناك تنين على نجمة الماء؟ أتريدنا أن نسأل أحداً؟ علينا أن نجد طريقة للحصول على الماء لكي ننقذ سعيد. أنا لا أظن أن هذا ثلج جليدي عادي، ربما لم تبدله قوى الطبيعة. هل أحتاج إلى قوى فوق الطبيعة؟ إذن ها أنا، أنظر إلي. إن ذهبي يبدو كخروف صغير. إنه لطيف حقا. أغضبتني. خذ هذا. يبدو لي هذا مضحك للغاية ذهبي. لم أنتهي، سأعود إليك. انظرا ما هذا. هل هي أسماك؟ يا إلهي، لقد تجمدت وهي تسبح، مسكينة. هذا طبيعي جدا. لنذهب وننظر هناك. تعالي وانظرا ما هذا. هذه الخطوط هي ما تبقى من الوميض. وميض هوانغ لونغ لا يناسب هذا المكان. أتريان؟ حتى رأس هذه الفوهة عليها خطوط. هكذا تصفها؟ يبدو أنها تتبع طاقة غريبة تحول كل الماء إلى ثلج. جداً.
لا. ليف، لم لا تدعني أذهب؟ إن توخيت الحذر يمكنك الذهاب معنا. أجل، لنذهب. جيد. جميل، منذ زمن روت لي جدتي حكاية تحكي عن هذا المكان. متجمدة. ملالة، انظري انظري. هاي، لا تسخر مني. سأنال منك. ما تتفاجران؟ لما لا تسرعان للإمساك بكاسلون؟ ومن يعرف أين ذهبوا؟ هناك. سيدي، هل يستطيع حجرك تتبعهم؟ الحجارة تستعمل لتتبعهم، لكن ألم تري أثر الأقدام على الأرض؟ ما الأمر؟ إنهم في الأسفل، تعال يا معي. حاضر سيدي. مما تخاف؟ هيا. إنها متجمدة، هيا ابتعدا. أحمق. أنا خائف، أنا خائف. لما نحن هنا؟ انظرا إلى هذا المسكين، بالتأكيد لم يفهم كيف انتهى هكذا. نحن لم نكتشف بعد ماذا حدث، لكن على الأقل لم نتجمد. من يعلم إن لم نخرج من الكهف؟ لن يحدث هذا بالنسبة إلي. ليث، هل وجدت أي أدلة؟ علينا الذهاب إلى هناك. هناك؟ أين؟ أين تقصد؟ إلى أعماق البحر. ماذا؟ البحر؟ ولكن ألا تعرفان أننا الآن أسفل البحر؟ هذا مخيف. سيدي، إلى هناك. هيا. لا لا لا، اذهب إلى هناك. هل ستطيعانني أم أطيعكما؟ سيدي، بالطبع أنا أطيعك. سيدي، سيدي، أنا أطيعك أيضا. ماذا؟ أصبت بالدوار. لابد من أنه قريب. لابد من أنه قريب. الآن إلى أين؟ اجتمعت الخطوط معا وسنتقدم إلى الأمام. سنجد أن الكوكب تجمد بسبب قوة غامضة. هل عليك أن تتقدم أكثر؟ أجل. ها؟ الآن ماذا سنفعل؟ علينا أن نجد طريقة لنعبرها. قوتك لن تتخطاها. لنجرب عميد هوانغلونغ. لا لا، إن ضربتها ستنهار هنا. لن نخرج من هنا أبدا يا صديقي. أجل، سيكون حادثا سيئا. ألا توجد طريقة أخرى؟
أنا أفكر.